رحب بضيفي من القاهرة المختص بالأمن الإقليمي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد البحيري، وضيفي من القدس المختص بالشأن الإسرائيلي فراس ياغي. أهلا بكما. أستاذ أحمد، سأبدأ معك من القاهرة. وفد حماس غادر هذا المساء متوجها إلى الدوحة للتشاور. يبدو أن أجواء التفاؤل التي سادت خلال الأيام الماضية يبدو أنها تتبدد. هل يعود أو تعود الأوضاع ومواقف الجانبين إلى المربع الأول مع انتهاء هذا اليوم من المحادثات؟ يعني أنا أعتقد أن انتهاء الجلسة هي كما بدأت أو انتهت الجولة الماضية، بمعنى حماس عندها ثلاث نقاط رئيسية لا تريد الحديث أو التنازل عنها بشكل واضح. جزء رئيسي من هذا الأمر هو الحديث عن الانسحاب، وقف العدوان بشكل كامل، على أن يتضمن وقف العدوان كتابة نصا صريحا في الاتفاق المبرم، وليس عبر تعهدات للوسطاء بشكل أساسي. هذه النقطة أو النقطة دي بالذات هي النقطة الفارقة في مجمل الحوارات السابقة، وما زالت حتى هذه اللحظة حماس متمسكة بهذا الأمر. وأعتقد أني من قراءتي المتواضعة لهذا الأمر أن حماس لن تتنازل عن هذا الشق، بحيث أن يكون هناك ضمان واضح بالنسبة أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر الوساطة المصرية أو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتعهد خطي مكتوب من قبل إسرائيل حوالين وقف العدوان وعدم تكرار أي عمليات استهداف بعد إتمام مراحل الاتفاق أو الثلاث نقاط أو المراحل الثلاثة التي نصت عليها المبادرة المطروحة الآن، حتى يعاد تكرار هذا الأمر بعملية جديدة بعد أشهر من انتهاء المفاوضات أو من خروج الأسرى ووقف العدوان. طيب أستاذ فراس، يعني كأننا نعود إلى الأيام الأولى من المحادثات، هناك مقترحات يأتي رد على تلك المقترحات، ثم أفكار جديدة يجري النقاش التباحث بشأنها، يتدخل الوسطاء، ثم نعود إلى البداية. النص الذي تطالب به حماس بأن يكون صريحا وواضحا بتعهد إسرائيلي بوقف الحرب، بأن لا تعود بعد انقضاء أي هدنة أي مدة كانت تلك الهدنة لممارسة عدوانها من جديد، هل يعني ذلك؟ وتابعنا التصريحات الإسرائيلية اليوم على لسان وزير الدفاع على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تقترب من إعلان أن المفاوضات فشلت. مساء الخير وتحياتي لك الكريم وللمشاهدين. لا أعتقد أن الحديث أن المفاوضات فشلت، هناك مصلحة إن كانت أمريكية أو إن كانت دولية أو إن كانت إقليمية بالذهاب إلى صفقة، حتى هناك مصلحة لدى حماس ومصلحة لدى إسرائيل. الوحيد الذي لا يوجد لديه مصلحة في إنهاء الحرب هو بنيامين نتنياهو، الذي يهرب من الاستراتيجي إلى السياسي وفق حديث برنيع اليوم في دعوة أحرنوت، لأن معنى اختياره للسياسي يعني اختياره لشخصه واختياره لائتلافه الحاكم، لأنه متخوف من الحديث عن وقف إطلاق النار وبالتالي انتهاء الحكومة من جهة، ومن جهة الأخرى لا يريد أن يسجل في إرثه 7 أكتوبر وهزيمة 7 أكتوبر، يريد أن يسجل في إرثه نصرا موهوما يتحدث عنه، وأن هذا النصر موجود في داخل رفح. على كل، مسألة اجتياح رفح حتى الآن هي ترهيب وضغط أكثر من كونها حقيقة، لأن هناك محاذير كبيرة فيما يتعلق برفح حتى من الجانب الإسرائيلي، الذي يقول أننا سنحقق إنجازات محدودة في داخل رفح وسنتعرض إلى خسائر أيضا، وبالتالي قد نخسر جنودا ونخسر أسرى ولن نحقق شيئا بعد ذلك من هذا الاجتياح. وهذا ما رآه رؤساء الأجهزة الأمنية وقيادات الجيش وفي مشاورة مع جالانت وزير الدفاع، وبالتالي كان الحديث وأهمية الحديث عن الحث على الصفقة وضرورة الصفقة. الوحيد الذي حتى الآن يرفض الذهاب باتجاه مسألة إنهاء الحرب هو نتنياهو، رغم أن الكل الآن في الداخل الإسرائيلي في الدولة العميقة بالذات في الجيش والأمن يرى أن الوضع في غزة أصبح بحاجة إلى حلول، لأن إسرائيل أنهت كل خياراتها في قطاع غزة، لا يوجد حقيقة معركة في قطاع غزة، هناك تراوح في المكان في داخل القطاع بالنسبة للجيش، والجيش يتعرض إلى خسائر متعددة في أكثر من موقع، ورأينا اليوم
العملية التي تمت على موقع في كرم أبو سالم، الموقع العسكري وليس المعبر الذي تم قصفه بصواريخ الهجوم. إذن الأزمة الداخلية في إسرائيل والتجاذبات السياسية في الداخل إسرائيل هي التي تعكس نفسها بشكل حقيقي على إمكانية الذهاب إلى صفقة. حماس والمقاومة في إصرارها على أن يكون هناك ضمانات مكتوبة وليس فقط التعامل مع وديعة بلينكن على أنها ضمانة حقيقية، لأننا جربنا الأمريكي وجربنا الضمانات الأمريكية بهذا الخصوص. لذلك تصر حماس والمقاومة على أن تكون وثيقة بلينكن مكتوبة، ورأينا نتنياهو ماذا تحدث بالأمس عندما قال إسرائيل لن توقف إطلاق النار وتنهي الحرب ولم تكلف أحدا أن ينوب عنها ليضمن أو يوافق على مسألة وقف إطلاق النار. إذن المسألة تتعلق بموقف حكومة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو، على الرغم من كل الضغوطات لا يزال الرجل متمسك باستمرارية الحرب، لأن معنى انهاء الحرب انتهاء مستقبله السياسي في داخل إسرائيل، وهذا ما لا يريده نتنياهو بالأساس. إذن الكرة في الملعب الأمريكي، ورأينا رئيس السي آي إيه فورا ذهب من القاهرة إلى الدوحة في محاولة منه لإنقاذ الموقف، وحتى لا تصل الأمور إلى طريق مسدود. لا أعتقد أن المقاومة بصدد التنازل مطلقا عن مسألة وقف إطلاق النار ولا الانسحاب الكامل من قطاع غزة ولا عودة النازحين المشروطة التي حاولوا وضع مفهوم المدني والعسكري، وبالتالي يجب إلغاء هذه الكلمات ووضع كلمة فقط عودة النازحين، ومسألة الإيواء والإعمار وصفقة جادة. نتنياهو وضع ألغام في هذه الصفقة كحق الفيتو الإسرائيلي على بعض الأسماء من الأحكام العالية، وهذا ليس من حق إسرائيل. من يريد الذهاب إلى صفقة جادة حقيقية يسهل الأمر ويذهب بهذا الاتجاه، ولكن في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية إذا لم نشهد ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل وعلى حكومة نتنياهو بهذا الاتجاه فلن نصل إلى صفقة بالمطلق، وسيبقى نتنياهو يماطل لأنه يريد استطالة أمد الحرب ويريد أن لا تنتهي الحرب لأن نهايتها تعني نهايته الشخصية. طيب، لكن ذكرت أستاذ فراس بأن ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية ذهب مسرعا من القاهرة إلى الدوحة، سيكون هناك اجتماع طارئ هكذا وصف مع رئيس الوزراء القطري. الضغط يجب أن يكون باتجاه إسرائيل عندما يذهب ويليام بيرنز إلى الدوحة، لا يفهم أنه يريد لقطر أن تمارس ضغطا على حماس، ثم ماذا تبقى في جعبة الولايات المتحدة من أوراق ضغط على بنيامين نتنياهو المحاصر والذي يخضع لابتزاز من أعضاء حكومته؟ ذكر في أحد المواقع الأمريكية بأن صفقة أسلحة أمريكية ربما تأخرت في الوصول إلى إسرائيل، ربما في ذلك رسالة بأن الضغط ربما الأمريكي بدأ يتحرك وإن كان بطيئا. نعم، هذا صحيح. يعني هناك حتى تساؤل في الجانب الإسرائيلي، لماذا يتم تأخير شحنة الذخيرة التي ترسل من أمريكا؟ وبالتالي هذه إشارة لعدم موافقة أمريكا على الدخول إلى رفح، وهذه إشارة لأن أمريكا ذاهبة باتجاه الضغط نحو صفقة في المنطقة، لأن أمريكا ذاهبة لإطفاء الحرائق. هناك حرائق في المنطقة، لا يمكن إطفاء هذه الحرائق في المنطقة دون وقف إطلاق نار في قطاع غزة. أمريكا تعتقد أنه طول مدة الهدنة قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار، لكن حماس والمقاومة تعلم أن في إسرائيل حكومة يرأسها نتنياهو ولديه متطرفين سموتريتش وبن غفير، وبالتالي خرق أي اتفاق هذا من ديدن الإسرائيلي وبالذات نتنياهو ومن معه، وبالتالي قد يستأنف القتال بعد 40 يوما. لذلك يجب أن يلزم بأن يوقع على ورقة مكتوبة وأن يتعهد ذلك أمام الوسطاء والضامنين ضمن هذه المسألة. أمريكا الآن تحاول أن تقنع عبر مفاوضات غير مباشرة حماس بأنها قادرة على إلزام الإسرائيلي وقادرة على أن توقف الحرب في قطاع غزة، لكن دعني أقول مسألة: لا يوجد في إسرائيل من هو قادر ومستعد ويوافق على وقف إطلاق نار ويتعهد بذلك في داخل قطاع غزة، لا حتى جانس ولا حتى إيزنكوت في داخل مجلس الحرب الذين يريدون الذهاب
إلى صفقة ويضغطون باتجاه الذهاب إلى صفقة. حتى قيادة الجيش وقيادة الأجهزة الأمنية ضعفوا بعد 7 أكتوبر، وأصبحت كلمتهم لا تؤخذ بشكل كبير لدى المستوى السياسي، لأنهم يتحملون مسؤولية مباشرة عما حدث في 7 أكتوبر. لذلك لا يجرؤ أحد منهم على الحديث والضغط باتجاه وقف إطلاق نار. لكن 7 شهور من المعارك في قطاع غزة تعب الجيش، وأيضا هناك معضلة في جبهة الشمال، وهناك معضلة حقيقية قد تتصاعد وتصل إلى مرحلة المواجهة الشاملة، وهذا ليس من صالح إسرائيل، ولا أيضا طبعا ليس من صالح لبنان. لذلك الذهاب إلى إطفاء الحرائق يكون بإطفاء الحريق الكبير الذي هو موجود في قطاع غزة، وهذا ما تعيه الإدارة الأمريكية. لذلك يحاولون التوصل مع حماس إلى صيغ قد ترضي حماس وتكون بديلا عن وضع مسألة وقف إطلاق نار في داخل الاتفاق. إذن أستاذ أحمد من القاهرة، لا اتفاق دون نص صريح على وقف النار، هذا ما تطلبه حماس وهذا ما ترفضه إسرائيل. وفد حماس غادر إلى الدوحة، هناك بقى تتحدث بأنه سيعود إلى العاصمة المصرية يوم الثلاثاء. إذا كانت هذه القضية قضية النص الصريح هي العقبة الكأداء التي تقف في طريق الاتفاق على هدنة وتبادل الأسرى في مرحلة من مراحل الاتفاق، هل يترك وفد حماس كذلك سلسلة من الاستفسارات للوسطاء بحاجة منهم لبعض التوضيحات، أم أن هذه النقطة الوحيدة فقط التي تبقى عالقة حتى الآن؟ لا، بالفعل هناك مجموعة من المطالب أو النقاط التي أراد وفد حماس عبر الوساطة المصرية بعض الإيضاحات من الجانب الإسرائيلي. جزء من هذا الأمر كما تفضل ضيفك الكريم أستاذ فراس حوالين الاعتراض الإسرائيلي على بعض الأسماء، ووضع رقم 200 كرقم من حق إسرائيل أن تعترض على 200 اسم من الأسماء المرسلة من حماس في عملية الإفراج، ولا يحق لها الاعتراض أكثر من 200 اسم. هذه النقطة تحتاج أو أكدت حماس على أنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح عبر ما هي المعايير والمحددات التي يمكن أن تطلق عليها هذا الأمر، أن لا يتسع الأمر أكثر من الأسماء المحددة من الرقم المعلن. الجزء الآخر، أنا أعتقد أن موضوع الوقف الكامل لإطلاق النار، وأنا أعتقد أن هي نقطة جوهرية بالنسبة لحماس، فكرة التنازل عنها من عدمها هي من يتوقف عليها عملية المفاوضات. أعتقد أن هذه النقطة يمكن أن تكون مرتبطة بترتيبات الوضع الأمني فيما بعد الانسحاب، وأنا أعتقد أن هذه النقطة هي النقطة التي يمكن أن يكون هناك حديث الآن ما بين مسؤول المخابرات الأمريكية في الدوحة للحديث مع قيادات حماس حول الحديث حول وقف إطلاق النار. هو مرتبط بمن يقود قطاع غزة، الحديث عن الانسحاب ووقف إطلاق النار مرتبط بترتيب الأوضاع الأمنية، وهو جزء مذكور على فكرة من المبادرة حوالين بعض التلميحات بدون إيضاح مباشر عنوان رئيسي حوالين الترتيبات الأمنية. هذا الجزء هو جزء رئيسي يمكن أن يكون مدخل لوضع ضمانات صريحة يمكن أن تقبل بها حماس، ويمكن الضغط بها على الجانب الإسرائيلي في عدم تكرار الأمر. لكن إذا لم يصل الوساطة الأمريكية أو عودة الجانب الحمساوي إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم بمزيد من المرونة أو مزيد من الإيضاح بشكل كبير، أنا أعتقد أن هي ستستمر حماس على رفع هذا السقف، لأنه بالفعل سقفا منطقيا، لأن إسرائيل لن تلتزم قبل ذلك في المراحل المتعددة في حربها على قطاع غزة بأي نصوص أو أي تعهدات إن صح التعبير بعملية وقف إطلاق النار في ظل حالة الهزيمة السياسية لنتنياهو، الذي يمكن أن يغامر بعد تحقيق بعض ما يسمى انتصارات إن صح التعبير عبر خروج بعض الأسرى الإسرائيليين، يمكن أن يعاود مرة أخرى الحديث عن ضرب غزة وقصف غزة تحت أي حجة من الحجج التي يمكن أن تطلق من الجانب الإسرائيلي. ذلك الحديث عن تعهد من الحكومة الإسرائيلية، وليس فقط من نتنياهو ولكن من الحكومة الإسرائيلية، توافق عليها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، أنا أعتقد هذه نقطة فارقة في مسار المفاوضات. وأنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يرضخ لهذا الأمر، خاصة أن الضغط الشعبي وخاصة الطلاب والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية أصبح ضاغط
على الإدارة الأمريكية بشكل كبير، فكرة المساندة المطلقة والدائمة سواء العسكرية أو السياسية من الجانب الأمريكي لإسرائيل أصبحت على المحك، بجانب الموقف الموحد. وخلينا نتكلم أن الوساطة المصرية أو الموقف المصري أو المبادرة المصرية هي ليست مصرية فقط، ولكن هي أيضا بترتيب مباشر مع المملكة الأردنية بشكل أساسي، طبعا مع بعض الوسطاء أو الفاعلين الإقليميين من الدول العربية، لكن بشكل أساسي لأن الأزمة تهديد مباشر للأمن القومي المصري أو الأردني. انعكاس الوضع وترتيبات الأمن في غزة سينعكس على الضفة وأيضا على مرتبة ترتيب الوضع السياسي للسلطة الفلسطينية، وهو أيضا ما ينعكس على الجانب الأردني. ذلك أن هناك من وجهة نظري تطابق في الرؤى المصرية الأردنية بشكل مباشر، ومن ثم فالحديث حوالين ما يحدث من مبادرة وما يحدث من وساطة وما يحدث من مفاوضات هي على اطلاع كامل مع الأردن بكل تفاصيلها. وهناك أيضا أدوار تقوم بها المملكة الأردنية بشكل غير معلن عبر بعض الأطراف الفلسطينية لمحاولة حلحلة الأمور أيضا. يعني ما يحدث في القاهرة ليس فقط في القاهرة، ولكن هناك بعض العواصم الأخرى بتلعب أدوار، ليست فقط الدوحة والقاهرة ولكن أيضا عمان، هناك بعض الأمور. لذلك أنا أعتقد أن بهذا التنسيق المباشر ما بين مصر وعمان وأيضا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والدوحة يمكن الوصول إلى صيغة ما لمحاولة تنفيذ هذا التعهد المنطقي والمطلب المنطقي من وجهة نظري من قبل حماس حوالين تعهدات مكتوبة من حكومة إسرائيل لعدم تكرار العدوان مرة أخرى، ومن ثم الحديث حوالين مع الأمريكان لمحاولة الضغط وحالة الأمر مع نتنياهو وإسرائيل. نعم، يعني كما ذكرت يعني بنهاية المطاف ما يهم الأردن يعني والدول العربية يعني أن يتوقف هذا العدوان الإسرائيلي، أن يتم إدخال المساعدات بشكل مستدام ودائم، أن يكون هناك أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين. وهذه الجهود وهي المساعدة الدبلوماسية التي ينخرط فيها الأردن يعني منذ بدء الأزمة وقبلها في خلال اتصالات ومحادثات واجتماعات متكررة بالتعاون مع الأشقاء كذلك كما ذكرت في المنطقة. أستاذ فراس، ونحن نتابع مظاهرات الجامعات في أكثر من مدينة أمريكية وانتقالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، نبحث في الشارع الإسرائيلي، هذا الحراك إنجاز التعبير تسميته كذلك في الشارع، لماذا لم يتحول بعد إلى ملف ضاغط بقوة على بنيامين نتنياهو؟ لأن طبيعة الحراك حتى الآن في الداخل الإسرائيلي لم يأخذ بعدا شعبيا كبيرا في داخل إسرائيل. صحيح أن هناك استطلاعات الرأي تتحدث عن 54% مع الصفقة، ولكن لا يزال مجموع اليمين الإسرائيلي يدعم نتنياهو ويدعم الحرب. منتدى الثكالة والقتلى لا يزال يدعم نتنياهو، وطبيعة الأسرى والمحتجزين لدى حماس غالبيتهم هم وعائلاتهم وأصدقائهم، لا يصوتون إلى اليمين، هم يصوتون غالبا إلى اليسار وإلى المركز. لذلك لا نرى نتنياهو يجتمع معهم كثيرا، بل يجتمع أكثر مع منتدى الثكالة ويوجه حديثه إلى اليمين. من الجهة الأخرى، زلزال 7 أكتوبر أحدث ما يسمى عدم الاستقرار والأمن في داخل إسرائيل، وإسرائيل هي دولة استيطان ودولة مستوطنين، وبالتالي المستوطن الذي قدم من أوروبا ليستوطن في الأرض الفلسطينية بحاجة إلى الأمن وبحاجة إلى الاستقرار ليؤدي ذلك ليزدهر. فإذا لم يكن هناك أمنا فلديه مشكلة داخلية، وبالتالي لن يستطيع أن يبقى في دولة إسرائيل. لذلك إسرائيل أمام معضلة داخلية وخارجية، المستوطن في الداخل يريد الأمن، ومن الخارج لن يأتي بهجرة إلى إسرائيل مدام لا يوجد أمن في داخل إسرائيل. وهذا بالتالي أدى إلى أن يكون هناك دعم كامل للحكومة وللجيش الإسرائيلي لجلب الأمن، ولكن يبدو أن الأمن مستحيل ومستبعد في ظل عدم وجود هناك مقاربة سياسية تؤدي إلى دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. دون الذهاب نحو مفهوم الدولتين لا أمن ولا استقرار في المنطقة ولا أمن للإسرائيلي، لأن الفلسطيني أيضا يريد أمنا، والفلسطيني بحاجة إلى الأمن والاستقرار. وما قامت به إسرائيل من عمليات إبادة في داخل قطاع غزة تحت مفهوم كي الوعي الفلسطيني ووضع في مخيلته مشهد الدمار والإبادة بدل مشهد 7 أكتوبر، لم تنجح إسرائيل في ذلك، لأننا نتحدث عن تآكل الردع في 7 أكتوبر وعن تهشم الردع نتيجة لطول مدة الحرب في داخل قطاع غزة، وأيضا تحطم الردع في كافة الجبهات
التي تساند غزة، وبالتالي أصبحت إسرائيل عالقة في كل الجبهات وأصبحت في وضع ميؤوس منه في داخل القطاع. المشكلة أن نتنياهو لم يصل إلى هذه القناعة، لأنه لا يبحث عن أي مقاربة استراتيجية ولا يبحث عن مسألة رؤية سياسية وفقا لما تتحدث عنه الولايات المتحدة، بقدر ما يبحث عن البقاء في رئاسة الوزراء والبقاء على والحفاظ على ائتلافه في داخل إسرائيل. أنا أشكرك من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، وأشكر ضيفي من القاهرة المختص بالأمن الإقليمي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد البحيري، شكرا جزيلا لكما.